بحث محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر في الخوخة مع وفد كويتي من فريق التراحم التطوعي الذي يزور المحافظة برئاسة فيصل البصيري التدخلات الإنسانية الكويتية التي تنفذ عبر شركاء محليين وفي مقدمتهم مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية. وثمن المحافظ طاهر المواقف الكويتية الأخوية تجاه اليمن حكومة وشعبا وأياديها البيضاء التي امتدت منذ ما يزيد عن 50 عاما. وزار المحافظ والوفد الكويتي المخيم الطبي 80 لمكافحة العمى وأمراض العيون المقام بالخوخة الذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بدعم من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت الشقيقة. مخيم العيون إجراء تقريبا 300 عملية للعيون، والحقيقة وجدنا التدافع والتزاحم من المواطنين كثير. مؤسسة الرحمة دائما تقدم خدمات كهذه الخدمات، ومؤسسة التواصل التي تنفذ. وتشرفنا اليوم بلقاء الأخوة في فريق تراحم الذي زار المنطقة وسيزور بعض المخيمات وسنلتقي بهم. الأخوة في الكويت دائما نقول لهنا، الأخوة في الكويت دائما نقول ونقول ونعيد ونزيد أنهم يقدموا للشعب اليمني بلا من ولا أذى، أن مشاريعهم استراتيجية وأن مشاريعهم مستدامة، ونحن نعمل منهم إن شاء الله في الأيام القادمة أن تكون مشاريع أكثر استدامة وأن تكون مشاريع يستفيد منها مساحة كبيرة من المواطنين. أخوتنا في الكويت هم أشقاؤنا، هم أشقاؤنا وهم أخلاءنا وهم سندنا وهم ونحن سندهم، ونحن ظهرهم الشديد أيضا اليمنيين. فلهم جزيل الشكر ولهم جزيل الثناء ولهم جزيل الأجر من الله سبحانه وتعالى. إلا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، القائل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن واليمن بلد واحد وأخوة في الله، أتينا من الكويت زيارة في الله سبحانه وتعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي، وحقت محبتي للمتزاورين فيه. نزوركم باليمن ونطمئن على إخواننا وأهلنا وأحبابنا، ونقدم لهم هذه المعونة وهذه الهدية، ليست منا إنما شكر لكم على قبولكم هذه الهدية. ونشكر أخونا المحافظ وجوده معنا وحضر والجميع الذين شاركوا. وبهذه المناسبة كذلك نشكر يعني المحسنين من بلدنا الكويت ودول الخليج اللي ساهموا ودعموا هذه المشاريع الجميلة. ونحن الآن في أحد المحافظات، هناك محافظات أخرى ستكون لنا زيارة لهم إن شاء الله وتقديم معونة. فالشكر موصول لجميع من وقف وساند ودعا ونشر هذا العمل الخير.